فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين، معتصمين دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة والتنابد والتناحر، عاملين بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابوس بن سعد.